في الإسلام أنه فرض كفاية، يعني يقوم به كفء له. هذه الكفاية مستخلصة من قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، يعني مش لازم بالضرورة كل الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تدافع الناس هو الداعي إلى هذا. في القرآن الحكيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن رسالة المحاماة ليست كما يقول المتقولون الجاهلون أنها دفاع عن الظلم، لا، المحاماة كما يجب أن تكون دفاع عن الحق وليس دفاعا عن الظلم. هذه الحقائق هي التي تجعل للمحاماة دور في رحاب القضاء. واحد يسأل نفسه يعني طب محامي ليه يعني؟ طب ما هو القاضي واخد نفس الايه؟ المعهد الدراسي، وقد يكون يعني اكبر عمرا، وهو بحكم عدد القضايا التي تعرض عليه اكثر خبرة، وهو منصرف الى قضيته، وهو متمتع بالحيدة. لازمته ايه المحامي؟ لازمته ايه؟ شوفوا حضراتكم عشان كل واحد فيكم يؤمن بانه دوره اساسي جدا. القاضي محكوم بمبدأ الحيدة، مش كده؟ ولكن المحامي متخفف، مش متخفف للضلال، لا، يسعى يمين وشمال عشان يسبر الواقع ويصل إلى الحقيقة. القاضي لا يقضي بعلمه، ده مبدأ، ولو القاضي عنده علم يجب أن يتنحى أو ينحى، مش كده؟ ولكن المحامي يضيف بعلمه وبحثه وسعيه إلى القضية، معلوش الحظر ده. القاضي مقيد بحدود الخصومة، والمحامي غير مقيد، يبحث ويسعى ويحلق. القاضي سلبي يرجح بين حجج الخصوم، والمحامي وكما قال أستاذنا رحمه الله عبد العزيز باشا فهمي شيخ القضاة وشيخ المحامين: المحامي مبدع. عشان كده المحاماة كانت أستاذية وكانت لازمة ولا تزال. أنا في المجموعة اللي عملتها لغاية دلوقتي صدر منها 22 مجلد من حصاد المحاماة، يعني عامل على الغلاف كده من الخارج آية قرآنية أنا برمز بها إلى مقدرة المحامي والمحاماة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على، يعني وهو كل على مولاه، أنما أينما يوجهه لا يأتي بخير، فيش نتيجة. هل يستوي هو ده الكل ده ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اهو ده المحامي بقى، يعني ما هوش كل على غير، وانما هو ماسك المبادرة ويسعى لإحقاق الايه؟ الحق. وفي قوله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.